السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ في الفيديو النهارده هنتكلم عن برنس. بتصور فيديو ولا ايه؟ بصور فيديو عن البي اس ام اف. هتفرق معاك قوي يعني، واللي يظبط لك الاداء يا عم. ما تحورش بقى، عيب عليك، انا اعمل لك اللي انت عايزه. طيب اتفضل اتفضل. ازيك يا جماعه؟ موضوع البي اس ام اف بيتلخص في الكيس. لو انت عايز تخس وتنزل الدهون زي ما اتكلمت في الحلقه اللي فاتت يا عم استنى بس، الكيس هو اللي بيظبط لك الاداء. انت تدخل جوه الكيس، انت يا ابني استنى، وبعد كده ابراهيم كفايه كفايه لو سمحت، كفايه كفايه. حاضر حاضر، لو سمحت بقى قوم عشان عايز اكمل انا الفيديو. طب هقعد ومش هعمل صوت، هقعد ومش هعمل طيب. صوت تسكت. طيب حاضر، كمل يا جماعه. الفيديو النهارده لا بقول لك ايه، انا هقوم واصور بعدين. يا احمى يا احمى يا احمى، قماص قوي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى، انا لما لقيت العيد خلاص كمان كام يوم، قلت ده احسن وقت ان انا اتكلم فيه في الدايت اللي انا عايز اتكلم عليه. طبعا اللي متابعني عارف ان انا مش غاوي ان انا اسمي الدايت او اقول الدايت ده اسمه كذا او الدايت ده اسمه كذا. انا عامه الموضوع بالنسبه لي كله كالوريز، وانت بتاكل ازاي وتاكل اللي في نفسك فيه والكلام ده كله. بس الموضوع ده بالذات ليه نتيجه، واللي انتم شفتوه مكتوب في اسم الفيديو صح، ما فيهوش اي غلط. اول حاجه، الدايت ده الكريدت كلها فيه ترجع لراجل اسمه لايل ماكدونالد، هو اللي عامل الكتاب بتاع الدايت ده اسمه ذا رابت فات لوس، وانا هسيب عامه اللينك بتاع الكتاب ده تحت. لو انت واحد خسيت وفاضل لك حاجات بسيطه مش عارف تخسها وعملت كل حاجه، بس فاضل لك ممكن شويه بطن صغيره، نبض صغيره، حاجات بسيطه خالص عايز تخسها ومش عارف تخسها، الدايت ده علشانك. لو انت واحد اوفر ويت وعايز حاجه بس مجرد ان هي تسخنك تبدا الدايت وبعد كده تكمل دايت تاني عادي، الدايت ده علشانك. لو انت واحد عندك مثلا فوتوشوت قريب وعايز تجهز نفسك للفوتوشوت ده بس الوقت ضيق وملحقتش تظبط نفسك او تعمل الدايت من فتره كبيره والوقت بالنسبه لك ضيق وعايز تلحق تظبط نفسك، الدايت ده علشانك. لو انت واحد عندك فرح او مناسبه لكن البدله اللي هتلبسها او الطقم اللي هتلبسه ما بيقفلش بس او حاجه بسيطه عايز تتظبط في الطقم ده وعايز تظبطها في وقت قليل، الدايت ده علشانك. ايه بقى يا ابو حميد الدايت الرهيب اللي انت عمال تكلمنا عنه ده؟ ايوه، ايه يا ابو حميد بقى الدايت اللي انت بتكلمنا عنه ده؟ ايه بقى يا ابو حميد الدايت اللي بتكلمنا عنه ده؟ انت عمال تقول دايت ويخسسك بسرعه من 5 ل 10 كيلو وارقام كبيره وفي اسبوعين والكلام ده كله، ايه الدايت ده؟ الدايت ده اسمه بي اس ام اف، بروتين سبيرنج موديفايد فاست. اولا زي ما قلت، الدايت ده ممكن يخسسك من 5 ل 10 كيلو فعلا في اسبوعين، لكن 5 ل 10 كيلو دول عشان نبقى كلنا عارفين مش هيكونوا دهون، هيكون جزء منهم ميه وجزء منهم دهون. لكن الدهون ممكن تكون من 2.5 ل 3.5 كيلو تقريبا في خلال اسبوعين. طيب اول حاجه، ايه هو الدايت ده؟ الدايت ده انت ما بتاكلش فيه غير بروتين، مفيش كارب، مفيش فاتس، مفيش اي حاجه تانية، مجرد بروتين صافي. طيب يا ابو حميد انت مش قلت لنا الموضوع ما ينفعش كده، انت لازم يكون في عندك اتزان والكلام ده؟ صح، لازم يكون في عندك اتزان، لكن الدايت ده لازم يتنفذ بكل ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط والمده معينه، مده قصيره زي ما قلنا. هو مجرد ان هو حاجه تخليك تخلص من اخر بس شويه دهون باقيه في جسمك، او لو انت مستعجل او عايز تبدا بس دايت وترجع تاني للدايت اللي انت كنت شغال فيه. اول حاجه، الدايت ده بيتقسم فئات على حسب نسبه الدهون في جسمك، هم 3 فئات وهكتب لكم هنا كل فئه بيكون نسبه الدهون فيها قد ايه. على حسب نسبه الدهون عندك، على حسب ما انت بتشوف الدايت ده هيبقى مدته قد ايه، هل هتاخد وجبات مفتوحه ولا لا، هل هيبقى في عندك ايام ريفيد ولا لا. هناخد الفئه الاولى على اساس ان هي مثال، واللي هينطبق عليها هينطبق على الباقي كله. اول حاجه، بتشوف نسبه الدهون في جسمك، هتروح اي جيم او اي صيدليه مثلا كبيره، هتروح تدخل على جهاز الانبادي هيطلع لك رقم، الرقم ده هيقول لك نسبه الدهون في جسمك قد ايه. في الغالب الرقم ده هيكون اقرب حاجه للصح، هو مش اكيوريت 100% بس هنخلينا نقول 80% مظبوط. هتاخد الرقم ده تضربه في وزنك هيطلع لك رقم، يبقى ده وزن الدهون في جسمك، هتطرحها بس ناقص وزنك. هتاخد وزنك صافي من غير الدهون ده هتضربه في 2.2 عشان تحوله الباوند، وهتاخد الرقم اللي هيطلع لك تضربه في 1.2 ل1.5، والرقم ده هيكون جرامات البروتين اللي جسمك محتاجها خلال فترة الدايت ده، هتضربه في 4 يطلع عندك السعرات بتاعتك. كده انت عرفت جرامات البروتين وسعراتك اللي انت هتمشي عليها. لما هتحسب السعرات هي دي بس سعراتك، مفيش كارب مفيش فاتس. ممكن تلاقي سعراتك دي 800 كالوري، ممكن تلاقي 1000 كالوري، هتكون قليله جدا، عارف ان هي ارقام قليله جدا، بس زي ما قلنا الموضوع ده موضوع مؤقت عشان توصل لتارجت في وقت سريع. طيب بالنسبه للفئه الاولى،
اللي نسبة الدهون عندهم تحت ال 15%. هتمشي على النظام ده ماكسيموم من 10 ل 12 يوم حتى ولو كان الموضوع سهل بالنسبة لك، مع انه مش هيبقى سهل بالنسبة لك، انت من اليوم السابع هتبدأ تعد الساعات لحد ما الدايت يخلص. انا عارف انا بقولك ايه، ما تعديش الارقام دي، لو زودت عن الارقام دي او لو عديت ال 10 او 12 يوم هتبدأ تخسر عضلات، هرموناتك هتبدأ تضرب، كل حاجة هتبوظ منك. وبعد ما هتخلص ال 10 او 12 يوم في عندك من يومين لثلاث ايام رفيد، واللي ما يعرفش يعني ايه رفيد هسيب لكم لينك فوق ايه هو الرفيد، انا كنت عامل فيديو قبل كده للموضوع ده. الفئه الثانيه هتمشي على النظام ده وهتاخد كل اسبوع وجبه واحده فري، وجبه واحده فري، والماكسيمم بتاعك 6 اسابيع، بعد 6 اسابيع ترجع للدايت اللي انت كنت ماشي عليه او ترجع للدايت اللي هو الطبيعي، ما تكملش في الدايت ده نهائي، خلاص خلصت مرحله وعدت. الفئه الثالثه معاك لحد 12 اسبوع وكل اسبوع ليك وجبتين فري، بس برضو ما تعديش ال 12 اسبوع. انا بتكلم 12 اسبوع ده بتكلم على واحد اوفر ويت، وزنه زياده جدا، ما تعديش الفتره دي. طيب ايه امثله الاكلات اللي ممكن تاكلها؟ اول حاجه بما اننا في العيد فاللحمه الحمراء، ابعد عن اي دهون، ابعد عن اي دهون، صدور الفراخ، التونه، بياض البيض، مفيش صفار، الواي بروتين ايزوليت ممكن تشربه، بس بما ان سعراتك قليله فمش هتضيع جزء من السعرات دي في حاجه تشربها، يعني ما هيبقى حرام يعني، حاول توفر سعراتك للاكل احسن. بالنسبه للفاكهه مفيش، بالنسبه للخضار ممكن تدخل معاك اي حاجه خضراء، خيار، خس، جرجير، سبانخ، ما تدخلش اي حاجه ملونه، ولا طماطم ولا جزر ولا اي حاجه من دي خالص. قبل بقى ما تبدا الدايت في شويه حاجات مهمه جدا 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 لازم تكون عامل حسابك عليها قبل حتى ما تفكر تبدا في الدايت، وهي الصوديوم، الملح، لازم الملح يكون عندك زياده. في ناس بتوصل من 5000 ل 6000 ملي جرام يوميا. ليه الملح لازم يكون زياده؟ كلنا عارفين ان كتر الملح او الصوديوم بيبقى غلط. خلينا نتفق على حاجه، في عندك مثلث، المثلث ده رؤوسه هي كارب، ميه، ملح. الثلاث حاجات دول لما بيتجمعوا مع بعض جسمك بيبدا يحوش ميه، الميه عمرك ما تقدر تشيلها. يجي الموضوع للكارب والصوديوم، طيب انت دلوقتي ما عندكش كارب خالص، لازم تعلي الصوديوم والا هتهبط. الحاجتين التانيين المغنيسيوم والبوتاسيوم مهمين جدا جدا جدا، يكون عندك سبلمنت مغنيسيوم وبوتاسيوم. بس كده يا جماعه وكده اكون خلصت الفيديو، لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل شير عشان يوصل للناس اكتر، اعمل كومنت عن اي حاجه انت عايز تتكلم عنها بعد كده، ولو انت جديد في القناه او مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.